بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك يا المظلومين المعصومين يا الغر الميامين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا من يلوم على البكاء عيوني، دعها تخفف لوعتي وشجوني، من مبلغ أم البنين رسالتين من والهين بشجونه مرهوني. لا تسأل الركبان عن أبنائها، في لوعة لفراقهم وحنيني، وما دريت بفعالهم يوم الوغى في كربلاء وهم أعز بني فلتأتي أرض الطف تنظر ولدها، وويلها ثاوين بين مقطع وطعين، ومسدين على الصعيد فديتهم صرعا بلا غسل ولا تكفيني،
قضوا ضماياك الحسين زعيمه ما بللوا أحشاءهم بمعيني خلصت العمر دمعة على دمعة لسان حال أم البنين عليها السلام خلصت العمر دمعة على دمعة أنا أحي على الغريب حسين وانعى قراب ماتي وردت يا ناس فزعة ونعشي لامتت يا أهلي شيعة بنين بكربلاء يا ناس صرعة اي والله بنين بكربلاء يا نا يا هي يا الصرعة يا الصحة يا تألم الأربع الراحة أنا يا أم الأربع الراحة ولا جو ولا جا وعليهم عليهم أرض متلمني والله ولا جا وش كثر ونوا على الغبرة ولا جو ولا جايا وعظيم صوابهم يكلف علي يا عظيم صوابهم يكلف يا افعل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كلام لسيدنا وإمامنا وزين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال وأما حق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب صدق إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. طيبوا أفواهكم ونوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رزقنا الله وإياكم زيارة أم البنين وشفاعتها في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وأداء الديون أعيدوها ثالثة بأعلى منهما. اللهم صل على محمد وآل محمد. مواهب الله تبارك وتعالى
ونعمه وعطاياه عز وجل لها بعدين أساسيين: بعد فيما يرتبط بالتنعم والزينة والاستفادة من هذه النعمة، أن الإنسان منعم بهذه العطية وبهذه الموهبة التي وهبه الله تبارك وتعالى إياه. قد يقول قائل، أو قد يكون شخص لا يستعمل هذه النعمة، يقول أنا أضم هاي النعمة مثلا، هاي عنده أموال مثلا، يقول أنا أخليها بالبنك، لا هو يستفيد منها ولا يخلي خيره يوصل للآخرين، لا بأس. هذا طبعا يوم القيامة يحاسب في هذه الدنيا، يعيش عيشة الفقراء، وفي الآخرة يحاسب حساب الأغنياء. كان عندك هاي النعمة، ليش ما استعملتها؟ وهذه المسألة جدا مسألة مهمة، أن الإنسان يستفيد من نعم الله تبارك وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، عند نعمة الدين، نعمة العقيدة، خلي يظهر هذه النعمة. عند نعمة العلم، هذه الموهبة الله عز وجل أعطاه، زكاة العلم نشره، يستفيد من هذه النعمة التي أنعمه الله تبارك وتعالى إياه. بعضنا ما نعرف كيف نستعمل هذه النعمة، مثل فد واحد يقولون عنده كان سيارة آخر موديل، هذا الرجل خال سيارته بالقراج، كل يوم يطلعها من القراج، يلمعها، يغسلها، ويخلي كرسي يقعد يتفرج عليها، وبعدين يرجعها مرة ثانية بالقراج، وهكذا كل يوم هالشكل شغله. هذا إما أنه بخيل، وإما أنه ما يعرف شلون يستعمل هذه النعمة. عندك بيت استعمل، عندك سيارة استعملها، طبعا شلون تستعملها هذا مهم، كيف تستعمل هذه النعم التي أنعمه الله تبارك وتعالى لك. ليكون نستعمل نعم الله في سخط الله عز وجل وفي معصية الله تبارك وتعالى، هاي النعمة بدل أن تكون نعمة ستصبح نقمة على الإنسان. مثل شاب توه مطلع لايسن، درايفينج لايسن، رخصة القيادة، ما مصدق، يركب السيارة ويطلع 150 200 وإلى آخره يمشي، وإذا به يصطدم بسيارة أخرى، بحائط، بشيء ما، ويخسر سيارته ويخسر عمره كله. فكيفية استعمال نعم الله عز وجل هاي أيضا مهمة، أن الإنسان يعرف أنا عندي نعمة الجوارح، نعمة العمر، نعمة الشباب، نعمة العافية، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، شلون استعملت عمرك، شلون قضيت هذا العمر، وعن شبابه فيما أبلاه، أيام شبابك شلون صرفتها، صرفتها في طاعة الله عز وجل أم في معصية الله والعياذ بالله، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله عند أموال، وعن ماله مما اكتسبه، شلون طلعت هاي الأموال،
كيف كسبت أموالك؟ مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. عند نعمة العافية، ولكن ما يعرف قيمة هاي النعمة. عندي هاي النعمة غافل عنها. من اللي يعرف قيمة نعمة العافية؟ من يعرف قدر هاي النعمة؟ ذاك الإنسان المريض المبتلى اللي نايم بالفراش، ذاك اللي نايم بالمستشفى، ذاك اللي مأيسين الأطباء منه، ذاك يعرف قدر العافية. أما أنا لعله أنسى، أغفل، أتصور أنه هذا الشيء طبيعي، بعد الله مطيني هاي النعمة ومستمر بيها، بعد لازم تكون كل وقت وياي. لا، هاي النعمة كل يوم دا تتجدد، على ساعة الله ممكن عز وجل يأخذ مني هاي النعمة والعياذ بالله. فدائما أنا لازم أتذكر نعم الله، أشكره على هذه النعمة. الحمد لله الذي عافاني وشافاني. زين، هذا من جانب. من جانب آخر، أن هذه النعم التي الله تبارك وتعالى أعطانا إياها هي في الواقع مسؤولية. كما قلت لكم، مسؤولية اللي أنا شلون أؤدي حق هذه النعم، نعمة الجوارح، نعمة العافية، نعمة العمر، نعمة هذا اللي ما عنده النعمة ما عنده مشكلة، مو مسؤول. مثلا واحد اللي فقير مو مسؤول بعد عن الأموال، لأن ما عنده أموال أساسا. بس اللي عنده أموال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعلى هذا الغرار نأتي إلى نعمة من أكبر نعم الله تبارك وتعالى علينا، وهي نعمة الأولاد. تعلمون كم من الناس من الأزواج يتمنون تزوجوا ولم يحصلوا على أولاد، يتمنون الأولاد حقيقة. هذول يعرفون قدر هاي النعمة، هذول يعرفون. طبعا هؤلاء الأشخاص أيضا حقيقة هم لا شك أن الله تبارك وتعالى لمصلحة ربانية، لحكمة إلهية غيبية، الله عز وجل ما رزقه أولاد. مو أنه يحب هذا أكثر من ذاك، لا، الله يمتحن هذا اللي مطي أولاد ويمتحن ذاك اللي ما مطي أولاد. وطبعا لا ييأس ذلك الإنسان من روح الله أبدا. دائما خلي يكون مرتبط بالله عز وجل، خلي يدعو حتى لو طال الزمان. والقصص على هذا كثيرة، ممن كان الأطباء قد يأسوا، يقول حسب التقارير الطبية، حسب الموازين الطبيعية ما تحصل أولاد. أحد نعم واحد من الأشخاص هذا تزوج ورث 8 سنوات علاج وراء علاج، علاج وراء علاج، إلى أن الأطباء أيسوا، قالوا ماكو، الخلل موجود بالزوج والزوجة، مستحيل، روحوا أي مكان ثاني. هذين الزوجين راحوا عند أحد العلماء، أعطاهم تربة الحسين سلام الله عليه وقند حديث الكساء، يقرؤون على القند، على السكر، حبات السكر، حديث الكساء. أعطاهم تربة الحسين سلام الله عليه وقند حديث الكساء
والماء الذي يجري بقرب قبر أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وماء زمزم. وإذا بهذه المرأة حملت وولدت 3 توائم ببركة تربة الحسين سلام الله عليه، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. نعم. وأيضا هنالك قصص كثيرة. شخص آخر 28 سنة كان متزوج، أيضا ما كان يحصل أولاد، ببركة التوسل بأهل البيت عليهم السلام المرأة حملت 4 توائم ببركة أهل البيت سلام الله عليه. والله عز وجل حينما يذكر قصة نبي الله زكريا، بعد هاي قصة من القرآن، حينما يذكر قصته ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما مأيس، رجاء بالله عز وجل. زكريا بلغ من العمر 100 عام، زوجته عمرها 90 عام، 90 سنة، وبعد ما مأيس، عنده رجاء، عنده حسن ظن بالله عز وجل. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، إلى أن يقول يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله عز وجل رزق يحيى. كذلك بالنسبة إلى نبي الله إبراهيم، على كبر سنه رزقه إسماعيل وإسحاق. على كل، فنعمة الأولاد أحبتي نعمة عظيمة جدا وكبيرة. مثل الذي عند أولاد مثل فد واحد اللي عنده زرع، عنده بستان، عنده أشجار مثمرة. هذا الفلاح ما يقول أنا أزرع وأروح أنام، ما يقول أنا أزرع هاي الأشجار وبعدين أروح على شغلي، لا، يدري لازم يتعاهد هذه الأشجار. هاي الأشجار، هذا الزرع يحتاج إلى سقاية، يحتاج إلى الشمس، لازم يعرف متى يسقي، متى يزرع، كيف يزرع، وهكذا. بعض الأحيان يحتاج أنه يدفع الأضرار عن هذه الأشجار، يرش سماد مثلاً حتى يحافظ عليها. كذلك بالنسبة إلينا نحن الذين عندنا الحمد لله رب العالمين أولاد، لا، علينا مسؤولية أيضا، مسؤولية جدا عظيمة. إحنا حالنا بعد مو مثل الفلاح، أو أكثر من الفلاح، أكثر من ذاك اللي يزرع. علينا أن نعرف كيف نحصل على أولاد صالحين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يريد أولاد تقر به عينه بهم. شلون؟ ما هي العوامل؟ ونحن هذه الليلة نجلس على مائدة أم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة الجليلة السيدة العظيمة، نريد ناخذ بعض الدروس. أم البنين سلام الله عليها نموذج عظيم في التربية الصالحة، كيف ربت أولادها أولاد صالحين، أولاد تقر عينها بهم.
شلون حصلت أم البنين على هكذا أولاد؟ هنالك عوامل كثيرة أحبتي. العامل الديني أن الأب والأم يكونان، عليكم السلام ورحمة الله، متدينين ملتزمين. هاي الأم إذا هي ما تلبس حجاب، ما تراعي الحجاب، تتوقع من بنتها تلبس حجاب؟ إذا الأم أو الأب بالبيت مثلا مو صادقين، كذبة تخرج من أفواههم، دائما كذب، يتوقع من ابنه أنه يكون صادق؟ لا. الإيمان والعلاقة بالله تبارك وتعالى. يقول الإمام الحسن سلام الله عليه: رأيت أمي فاطمة كانت تقوم في محرابها إلى أن يصبح الصباح وهي تدعو لجيرانها، يقول لها أمه: لماذا لا تدعين لنفسك؟ قالت: بنية، الجار ثم الدار. هالشكل واحد يربي أولاده، لمن يعبد الله، لمن يصلي، خلي يكون يشارك أولاده، خلي يعلمهم، خلي لما يصير وقت الأذان الأب والأم يأذنون حتى يعرفون صار وقت الصلاة، يؤمر أهله بالصلاة، يؤمر أولاده بالصلاة، يشجعهم، يقوي علاقتهم بالله تبارك وتعالى. هذا الجانب الديني. الجانب الوراثي، الإنسان، هذا الزوج والزوجة، الصفات، بعض الصفات اللي عندهم النفسية والخلقية هاي تأثر على الأطفال. طبعاً العوامل كثيرة أحبتي، تبدأ تربية الطفل مو من يوم اللي يبلغ، مو من يوم اللي البنت يصير عمرها 9 سنوات، ذاك الوقت متأخر. التربية تبدأ من قبل انعقاد النطفة، من يوم اللي الولد بعدها ما متزوج والبنت بعدها ما متزوجة، ذاك الوقت تبدأ التربية. شلون؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت سوء. امرأة، بنت جميلة، ظاهرها جميل، ولكن ترعرعت ونشأت في بيت غير سليم، غير متدين، غير ملتزم. احنا لازم شوية بعضنا حقيقة بعض الأحيان نعدل بعض الموازين، سواء كانت بنت أو ولد، زوج أو زوجة. لما واحد يريد يروح يخطب، لا يكون عينه على مثلا المال أو ظاهر البنت، كذلك العكس، خلي يكون الميزان هو الدين. من تزوج امرأة لمالها وجمالها وكله الله إلى ذلك، الله يكله، يقول له روح التدبر حالك، ما معنى. أما إذا تزوج الزوجة المرأة لنعم، صلى على محمد وآل محمد، صلى على محمد وآل محمد، سلام عليكم ورحمة الله شيخنا العزيز. إذا تزوج المرأة لدينها، هذا الزواج يدوم. ليش؟ لأن هدفه مقدس،
أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم اللي أراد أن يخطب أم البنين، ماذا قال لأخيه عقيل؟ قال اخطب لي أغنى امرأة أنجبتها أغنى العرب أو أجمل العرب أثرى العرب. لا، أنجبتها الفحولة من العرب. ليش يا أمير المؤمنين؟ لكي تلد لي غلاما فارسا يكون لغربة يوم غربة ولدي الحسين سلام الله عليه. شوف الهدف، هدف مقدس. لما واحد يريد يتزوج خلي يكون الأساس عنده الدين، الأخلاق. إذا تزوج لدينها الله عز وجل يرزق الجمال، يرزق المال، كل شيء حصل. أما إذا تزوج لمالها وجمالها فروح تدبر حالك. نعم، هذه واحدة من العوامل. العامل الثاني، حينما تنعقد النطفة في داخل الرحم، الجنين يشعر بكل ما يحدث حوله. صحيح هو في داخل رحم أمه، ولكن يشعر. إذا الأم تأكل أكل حرام يؤثر على الجنين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: الكسب الحرام يبين في الذرية. هذا إمامك الإمام الصادق عليه السلام يقول، يبين في الذرية، يأثر. المرأة التي تقرأ القرآن، أنا أسألكم حقيقة، هذه المرأة التي تقرأ القرآن تحضر مجالس الحسين سلام الله عليه، تبكي على الحسين عليه السلام، هل هي وتلك المرأة التي لا أبالية، لا تلتزم، تسمع الغناء، لا تحضر مجالس الحسين، لا تهتم بهذه الأمور، هل يستويان؟ مستحيل. الطفل اللي يطلع من هاي المرأة غير عن هاي، هذا يطلع حسيني، هذا يطلع شيخ عبد الزهرة الكعبي رحمة الله عليه، هذا يطلع شيخ مرتضى الأنصاري. اليوم اللي شيخ مرتضى الأنصاري هذا المرجع، مرجع الطائفة في زمانه، حينما بلغت تلك المرتبة جاءوا إلى أمه أخبروها بذلك، ما تعجبت، ما استغربت، قالت: أنا ما رضعته مرة واحدة إلا وأنا على وضوء، دائما كنت على وضوء. هالشكل يطلع شيخ عبد الزهرة رحمة الله عليه، اللي كان حتى لما نايم يقول بعض الأحيان كان يقرأ مصيبة الحسين سلام الله عليه بالنوم. فهذه التأثيرات موجودة على الجنين إلى أن يلد. نعم، يأتي إلى هذه الحياة، يخرج من بطن أمه عند الولادة، هناك أيضا أمور تؤثر على الجنين، أيضا على الطفل، أن الإنسان يؤذن ويقيم ويحنك الطفل بماء الفرات وتربة الحسين سلام الله عليه، فإن ذلك يزيد في حبه لأهل البيت عليهم السلام. وكذلك زمن الرضاع إلى أن يكبر، هذه كلها عوامل تؤدي إلى صلاح الأولاد أو طلاح الأولاد. ومن جانب آخر طبعا هناك عوامل أخرى كما ذكرت لكم، عوامل الوراثية، اللي يوم من الأيام في حرب من الحروب الإمام سلام الله عليه حينما قدم ابنه واحد من أولاده، طبعا غير الحسن والحسين سلام الله عليهما،
هذا تباطأ عن القتال، ما راح، ما خاض المعركة، رجع. الإمام سلام الله عليه قال: أدركك عرق من أمك. أبوك شجاع، أبوك علي بن أبي طالب، أدركك عرق من أمك. هاي الصفات الوراثية تأثر على الطفل. وكذلك من الأمور التي تؤثر أحبتي علاقة الأب والأم في البيت، هذا يأثر على الأطفال. البيت اللي دائما عركة وهوسة ودائما نعم جدال بين الزوج والزوجة، هالأولاد يطلعون ضعفاء الشخصية، نفسيتهم ما تكون نفسية سليمة. هاي نعم الأم والأب اللذان لا يلتزمان بالخلق الإسلامي الديني الرفيع، الأولاد هم ما يطلعون أصحاب خلق رفيع. ولذلك شوف صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حينما نأتي إلى حياتها في تلك اللحظات الأخيرة، ماذا التفتت إلى زوجها إلى أمير المؤمنين عليه السلام؟ قالت: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال لها: أنت أبر وأتقى وأكرم من أن أوبخك بمخالفتي، ولكن عظم علي فراقك. لنا في ابنة رسول الله أسوة حسنة. هذا البيت اللي هالشكل اللي يكون الزوج والزوجة، ينشأ فيه الحسن والحسين، تنشأ فيه زينب سلام الله عليهما، سلام الله عليهم أجمعين. مو عجيب؟ نعم. حينما نأتي إلى حياة مولاتنا أم البنين سلام الله عليها، نشوف شلون هاي المرأة حقيقة كانت تضحي بكل ما عندها في سبيل أولاد الزهراء سلام الله عليها. تقدم أولاد فاطمة سلام الله عليها على أولادها. ولذلك شوف يطلع أبو الفضل العباس سلام الله عليه حينما دخل المشرعة واغترف غرفة أراد أن يشرب الماء، يتذكر عطش الحسين سلام الله عليه، لم يشرب الماء، أبى أن يشرب الماء. نعم، وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. هكذا ربت أولادها، ولكن ليت شعري كيف حالها حينما دخل الناعي إلى المدينة وهو ينعى الحسين عليه السلام. ولذلك الشوف أغمي عليها حينما سمعت بذلك الخبر المفجع، حينما سمعت بشر ينادي: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. قالت: يا هذا أخبرني عن ولد الحسين. بشر بعد تو دخل المدينة جاء بهذا الخبر، كل ما يقول أخ تقول له أخبرني، الناس مجتمعين
أخبرنا يا بشر ما الخبر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يجار. فلما أفاقت جاءوا إلى زينب سلام الله عليها، أخبروها بأن أم البنين قد أغمي عليها. جاءت زينب سلام الله عليها، أخذت رأسها في حجرها، فأحست أم البنين بيد رحيمة تمسح على رأسها، فتحت عيناها وقالت: أنت سيدتي زينب؟ قالت: نعم يا أمة، أنا زينب، أنا زينب، اللي يحشون عني سلية المصايب ما سلني، مصيبة حسين داهنتني، هجمت على عيوني وعمني. يا قالت سيدتي يا زينب، هل بيض العباس وجهي؟ حينما سمعت زينب اسم أبا الفضل نادت: وعباسا. تذكرت العباس، تذكرت كفيلها، وإذا بأم البنين نادت: وحسينا. بالله استعد للبوايا يا أم البنين، ردوا يتامى وانذبايا عباس وحسين. أم البنين الأربعة ذبحة وضمايا، وظلوا ثلاثة أيام على الغبرة عرايا. ليتش نظرت على النهار صاحب الراية، مفضوخ راسه مقطعه شماله واليمين. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين. كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، والمستشهدين بين يديه، والممتثلين لأوامره ونواهيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وارحمنا بهم، وارزقنا زيارتهم، وامتنا على ولايتهم، واحشرنا في زمرتهم، والعن أعداءهم أجمعين.
اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم فرج عن كل مكروب. إلهنا بحق أم البنين فك كل أسير وسجين، إلهنا بحق أم البنين اشف كل مريض، لا سيما مرضى المنظورين ومن سألون الدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وارحم اللهم أموات المؤمنين والمؤمنات. نقرأ دعاء الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره وعونه ورضاه، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وارحم اللهم أموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما أموات الحاضرين ومن ليس له ذاكر يذكره من شيعة أمير المؤمنين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. آه.